بنرحب طبعا رئيس نادي الادب نادي الفرج حمدي عبد الرازق، نورتنا ونورت المساء كلها. والحقيقه انا مش عارف ايه اللي جنبك عشان ارحب بيها استاذه وفاء عن عراق الدنيا. انا امبارح كل اسماء الموجودين يعني الراجل جاب بقى له نص ساعه اسمه صلاح عبد الله ومحمد بريسون محمد صلاح فهم الدنيا. معانا الاعلامي محمد صلاح بقى، محمد صلاح مدير علاقات عامة لقناة سي ان الامريكية بتوكيل مصطفى من الجمعية الوطنية العامة للأمم المتحدة. انا اعتبر ابن صلاح عبد الله، انا ابنك كده بقى. بقول له انا عايز اسمع القصيده منك تاني بس تكون هادي الاعصاب والطباع وهادي الهوى عشان القصيده توصل لقلبه مباشره، فعشان لو هي قلب بسرعه واتقالت وانت متوتر فمش هتوصل لقلبي، فبالتالي مش هشتري الكتاب. هو كم فمش هشتري الكتاب، فلازم القصيده توصل ليه؟ توصل لقلبي من قلب مره ثانيه. وانت مش متوتر وعايزك تقرا، انصح كل الناس مش بس كل القاعه الجميله وخطيئه طبعا على راسنا مع السفيره استاذه الكل طبعا صاحبه المحترم الرفيع. كلنا نقرا للموطا الامام مالك، كلنا نقرا للامام مالك الموطا، بس لو خدنا كل يوم ثلاث سطور هنبقى عظماء اللغه العربيه. شكرا جزيلا. الحقيقه اتفضل حضرتك.